من بعد يوم طويل ديال الصيام فاحنا كنحتاجوا لما يسمى بسكريات اللي كتكون سريعه اللي كدوز للدم ديالنا دغيا واللي كتخلي الجسم يتزود بالطاقه اللازمه من بعد يوم طويل ديال الصيام ديالنا. فاحنا كنختاروا كماده غذائيه كاخصائيين في الحميه والتغذيه وكذلك بالنسبه للعادات والتقاليد ديالنا والدين ديالنا كذلك، فهنا كنتنصحوا دائما بالتناول ديال التمر كاول حاجه واول مواد غذائيه من بعد يوم طويل ديال الصيام. فالتمر علاش هو الحاجه اللي كنصحوا بها مع كاس ديال الماء او لا مشروب اللي كيكون ماشي غازي مثلا حليب او لبن عاده على حسب المناطق اللي حنا كنتميو ليها وعلى حسب العادات الغذائيه ديالنا، ولكن عاده فهو عباره عن الفريق ديال الصيام كيدار بالماء والتمر. التمر كيتعتبر ماده غذائيه غنيه بزاف ديال المواد الغذائيه اللي منها الياف غذائيه منها سكريات سريعه كيف قلنا اللي دغيا كتدوز لينا السكريات اللازمه للجسم ديالنا بلا ما تسبب لينا اضطرابات في مستوى السكر في الدم ديالنا. كذلك فهي غنيه بمجموعه من الالياف الغذائيه اللي كتسمح لنا اننا نتفاداو ما يسمى بالامساك، خاصه انه واحد الحاجه اللي كنعانيو منها كثير في الفتره ديال رمضان. فاحنا ملي كنفرقوا الصيام ديالنا بالتمر والماء فاحنا الالياف الغذائيه اللي كاينين في التمر كيسمحوا لنا اننا نتفاداو هذا المشكل وكذلك اننا نعزوا العمليه ديال الهضم ديالنا وكذلك عمليه الامتصاص ديال مجموعه ديال المواد الغذائيه سواء اللي كاينه في التمر او اللي كاينه في مواد غذائيه اخرى اللي غادي نستهلكوها وجبه الافطار. التمر كذلك فهو غني بمضادات الاكسده اللي كتعاوننا باش اننا نقيو الذات ديالنا ونقيو الخلايا ديالنا، وغني بمجموعه من الفيتامينات والاملاح المعدنيه اللي كتغذي الذات ديالنا واللي كتساعد في بزاف ديال التفاعلات الكيميائيه المهمه جدا خاصه بعد فتره طويله ديال الصيام.